ريستورانت بالطابق الاول، كوفي شوب بالطابق الارضي، وعندنا الاكزيت لونج اللي هو بالطابق التاسع. كاين في هذا 25 سال دو ريونيون هذا الفندق، وشتاع الاسفل وخدمنا الاضاءه الخارجيه مع الزراعه كلها، هذه كامله 100% بالاضافه للخدمات التابعه لهذا المشروع. كمان القسم الثاني من المشروع اللي هو هدفنا عليه الكورت يارد، المبنى تاع الراس، مبنى المكاتب وما تبقى من المبنى شبه الفندق. بنهدر على المرحله الاولى ومرحله ثانيه، لازم نوحد انه في منجز